أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم تواصل دوت كوم. دعونا في البداية مشاهدينا الأعزاء نتابع معا العناوين التي انتقيناها لكم لحلقة هذا اليوم، وأغلبها أردنا من خلاله التركيز على ما يجري في البصرة ميدانيا ومعيشيا. البداية ستكون مع هلاك الأسماك في عدد من بحيرات شمال البصرة بسبب ارتفاع الملوحة وتلوث نهر دجلة الذي لم تفعل حياله الحكومة أي شيء حتى اللحظة. ثم نتجه إلى البيت العراقي في البصرة، هذا البيت الذي تصله مياه إسالة مالحة وملوثة لا تصلح للاستهلاك الآدمي. بعدها نشاهد مقاطع تتحدث عن استمرار الجهود الشعبية للإحاطة بواقع المياه الصعب الذي تعيشه البصرة وتقديم زجاجات مياه صالحة للشرب وسط عجز حكومي عن حل المعضلة، والختام مع احتجاجات شهدتها البصرة التي جاءت للاعتراض على وجود إصابات جديدة من المتسممين نتيجة المياه الملوثة. أهلا بكم. البداية مع هلاك أسماك بحيرات مجازة في شمال البصرة وخسائر تلحق بالمزارعين طبعا. هلاك الأسماك ناتج عن ارتفاع ملوحة وتلوث مياه نهر دجلة شمال البصرة، والحكومة تخطو خطوات في مكانها دون أي إنجاز يذكر. مادة مصورة أخرى تتحدث عن نفوق الأسماك تحديدا في منطقة شط العرب، وذلك بسبب تمدد اللسان الملحي على حساب المياه العذبة، ما يعني ضررا قريبا يستهدف الآلاف من المواطنين. أكم السمك ميت كله، الله أكبر، شوفوا شوفوا، ولا ضالة ولا سمكة، ميت شوفوا كل السمك، وانا ضاق اسمك، شوفوا السمك قدامكم، شوفوا هذا، شوفوا هذا الميت، أما اللقطات القادمة فهي توضح شيئا من الكارثة التي سببتها المياه المالحة وتكبدتها بطبيعة الحال الثروة السمكية في العراق. يلا باع شلون الماء المالح سوا، من الله ينتقم إن شاء الله من الحكومة كده، الله لا يوفق. والله العظيم هسه هذا شط العرب، شوف الشط على طوله ابيض، شوف هاي النافوره مو بعيده، هذا بدا شاكل السياره، شوف الشط شو صاير كله، السمك مات، حتى السمكه ما قاومت،
وبينما هي السمكة عودها مثل ماي مالح. انه ما سلمت على واحد. هذا الفساد وهذه الطبيعة السوداء صار فيه. الله ينتقم ويحكم. نذهب الآن وإياكم السادة المشاهدين الكرام إلى البيت العراقي لنرى كيف يعيش الناس. ربما كان في الأمر تهويل كما يدعي بعض المسؤولين. تعالوا نشاهد كيف أن المياه تصل إلى البيوت في محافظة البصرة محملة بالأملاح وهي بطبيعة الحال غير صالحة للاستخدام البشري. العبادي شوف هذه الرسالة مال البصرة. العبادي شوفه شوفه شوفه. صابون لو ما صابون لو شاي شادي باوعه 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 ها شوفه. ببيوتكم هيك ما اكو ايش العبادي ببيوتكم اكو؟ لا. مياه مخلطة بالصابون أو كأنها كذلك. الآن نشاهد وإياكم مادة مصورة وفيها مياه محملة بالأتربة في منطقة جمعيات إسكان الموانئ أيضا في محافظة البصرة. هذا الماي كمل. هذا الماي شوفوه ماي مال جمعية إسكان الموانئ بخمسة ميل. شوفوا صلوات على محمد والي محمد. خوش حكومة هاي خوش حكومة. هذا الماء يرجع لي ورا. وهذا يقولوا حطوا بويا طين. وهذا تقولوا خافقوا شذب. هذا البوري شوفه ها هذا البوري. نعمة الله. شوفه وين الحكومة هاك. حكومة منتهية بنت فرهد الحكومة. شوف الماء شلون كله طين. وهاي صور لهم البوري البوري خاف شذب. هذا البوري هذا البوري هذا منه بالطين. هذا البوري ها عم الله عليكم يا الحكومة. بعد لا لانتخبناكم قبل لا انتخبناكم هسه كلكم ما براسكم حظ. عم الله عليكم. في البصرة تصل المياه إلى المنازل في بالألوان. فبعد المياه التي شاهدناها وكأنها مخلطة بالصابون رأيتم الماء الذي هو عبارة عن طين مسال وليس مياه إسالة كما قال المواطنون. الحكومة تعجز عن ضخ المياه الصالحة للشرب وللاستخدام البشري وتضخ المياه المالحة بدون معالجة لسكان البصرة. نتابع. البصرة بسبب هذه الظروف الصعبة الإنسانية التي تعيشها البصرة تحولت المحافظة إلى مخيم نزوح كبير توزع فيه المياه التي جلبت بجهود مواطنين ودون أي علاقة أو تدخل من الحكومة الحالية. درجة هاي أحزاب العراق اللي وصلت المواطن إلى الدرجة. الأحزاب الفاشلة الفاسدة سرقة قوة الشعب. اليوم مستوى وصل الشعب شوفوا فرهود ولكم الله مع الاسف على العراق ايش صار بي مع الاسف كذبت الناس المجاوين ناس مو خيره ناس حراميه ناس دمرت البلد ضيعت البلد وين المرجعيه وين الحكم وين الناس الخيره شوفوا يا اخوان بجهود هاي المرة الخيرة وجهود هاي الناس الطيبة هلا حمودي وين وصل البلد باعوا الناس المتجمهرة شوفوا يا أخواني يا مواطنينا الكرام ما يهواي توجهوا استلموا ماي توجهوا استلموا ماي إلى جميع أبناء الشقق التجاوزات السيارات العبرية أي واحد يريد ماي خلي يجي خلي يجي خلي يجي خلي يجي شوفوا السير وانقطع هذا تاريخ الشعب العراقي على الماي اللي ما له قيمه بألف دينار شوفوا هاي تاليته الى جميع اهالي شرق الفا والحضور استلام مياه شوفوا الازدحام اللي صار. طبعا لا تزال تتواصل حملات التبرع بالمياه الصالحة للشرب من أجل محافظة البصرة والمواطنين فيها وسط صمت حكومي.
هذه محافظة البصرة. خلي يشوفون الدول محافظة البصرة اللي بيها واردات اللي بيها أموال. خلي يشوف رئيس الوزراء حيدر العبادي. خلي يشوفون المسؤولين في محافظة البصرة. هذا واقع الحال. لماذا أشعل شباب البصرة الغاضب الإطارات ليلاً؟ الأخبار المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها تقول إن احتجاجاتهم الليلية جاءت اعتراضاً على زيادة حالات الإصابة بالتسمم. نتابع. أهل البصرة رجعنا السيارات بحيل الله، رجعنا السيارات بحيل الله، رجعنا السيارات. رجعنا السيارات، رجعنا السيارات أهل البصرة. يا ولد جسار شرطة، مو سار شرطة؟ يا ولد جسار شرطة. متابعونا وإياكم مشاهدينا، رفقة الشباب البصري الذي قال إنه ينتفض ويحرق الإطارات في عدد من الطرق الرئيسية رفضاً للواقع الصعب والمرير الذي تعيشه البصرة هذه الأيام. طيب حجي رجعت التيارات اهل البصره، رجعت التيارات اهل البصره بحيل الله، رجعت التيارات، رجعت التيارات. الرد عليهم خرج ومناصره لاهل الهوير، مناصره لاهل الهوير، مناصره لاهل الهوير. هذه التيارات رجعت من جديد، رجعت الشهداء، الشهداء عدنا. خلاص اسحب، حاول تسحب، خلاص ما نجينا، اسحب. في المقابل ورغبة منها بضبط الواقع الميداني وبدلا من مؤازرة المواطنين والاعتراف منها بالعجز والتقصير، القوات الحكومية نشرت قناصتها في بعض نقاط بمحافظة البصرة وأطلقت الرصاص من أجل منع استمرار الاحتجاجات الليلية في المحافظة. نتابع. في فقرة آراءكم ننقل لكم مقطعا مصورا لشاب لم يتمالك نفسه من شدة غضبه، تحديدا في ساحة الاعتصام بالبصرة، وذلك بسبب الحالة المأساوية التي وصلت إليها المحافظة، لاسيما بعد قمع المتظاهرين وتسمم الآلاف من سكان المدينة. نتابع المقطع ثم نذهب إلى قراءة في بعض التعليقات. دائم طاحة النالة، وهاي الشباب كلها ما تحضر المخيم، عار عليكم أهل البصرة، عار عليكم، لا ما تجيوش حضور هنا ولا أنا، شباب ناس كثرت وانضربت والله حرام، احنا مو مصاوعين، احنا مو عراقيين، خيمة مصطومة وكالشبيهة مسموح فراكس وشرب. ليش ترضوها؟ أحدكم جاي يصممون؟ ماي مالح؟ كهرباء ماكو؟ ولدكم عايشين حسر عليهم الربع؟ ليش؟ ولكم الله أكبر! ليش شبابنا؟ شبابنا قعدتكم بالديش ولا شغل؟ لا عمل والله ظلم! ولكم محمد هذا.
إذا وقعت كارثة قالوا ابحث عن المستفيد. هذا الشاب مثال حي لواقع الشباب العراقي. ترى من المستفيد من مثل هذه الحالة اليائسة التي دبت في أوصال وعروق الشباب العراقي للأسف؟ الآن نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي جاءت رد فعل على هذا الفيديو. نذهب إلى التعليق الأول وإياكم، وكتبه سعد البصراوي يقول: الله يهلك كل مسؤول ما يعطي حق الشعب. سعد يوجه رسالته بشكل واضح إلى المسؤولين الذين يتقاعسون بتقديم الخدمات إلى أهالي البصرة وكل العراقيين. نذهب الآن إلى تعليق آخر كتبه أبو علي الشمري يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على غدر الحكومة الجبانة. أبو علي يصف الحكومة بالجبانة ويتمنى أن تتغير الأوضاع، مستعينا على ذلك بالله عز وجل حينما قال حسبنا الله لا أكثر من ذلك ولا أقل. إلى الأكثر ربما وقاله أمير البصراوي. نعم يقول أمير لازم نسقط هاي الحكومة ونسوي حكومة رئاسية ونحاسب كل هدول السياسيين من سنة 2003 لحد هسه، جميع واحد كان بالحكومة. هذا الشاب يريد أو يدعو إلى ضرورة إسقاط الحكومة الحالية ومحاسبة كل الوجوه السياسية التي تبعت سقوط بغداد بيد الاحتلال الأمريكي، ويدعو إلى محاسبة كل من جاءوا في الحقبة ما بعد الاحتلال على امتداد 15 عاما. إلى تعليق آخر نذهب وإياكم الآن إلى أحمد يتاشي يقول: أحمد اطلع أنتو زلم، ما عليكم بالحكي، لا مرجعية ولا أي سيد، ملينا من حكيهم الفارغ اللي ما دي يسوي حل، يحجون باسم الدين وهم ما عندهم دين. أي إسلام أنتم أيها المراجع الصامتة والسادة التي لا تنطق بالحق؟ أحمد موجها كلامه إلى المعممين الذين يناصرون الساسة على واقع الشعب العراقي الجريح والمكلوم والمضطهد والذي يلاحق في قوت عياله ويلاحق في مياه الشرب التي هي عبارة عن مسألة يعني ينبغي أن تكون متوفرة مثل أي بلد محترم فيه العالم. فهو يرى أن رجال الدين هم الذين شجعوا رجال السياسة على فعل وارتكاب ما فعلوه من ظلم بحق العراقيين. إلى التعليق الأخير نذهب إياكم، وكتبته أم جلال الأسدي تقول: أم جلال والله إذا ما تضيقون الخناق على الحكومة هيتش ما تحصلون أي شيء، ويقرضكم المرض قرض، الله يحفظ البصرة وأهلها الطيبين. هذه السيدة تدعو إلى تكثيف الحركات، تدعو إلى تضييق الخناق على الحكومة، تدعو إلى عدم التراجع، تدعو إلى اتساع رقعة التظاهرات على امتداد المحافظات ليس فقط في البصرة. وفي النهاية دعت الله عز وجل أن يحمي البصرة وكل العراق. الآن نذهب إلى تويتر. البصرة مدينة منكوبة، وهذا الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات 24 الماضية ودون من خلاله عراقيون وعرب. نقرأ عليكم التغريدات تباعا التي ذيلت بهذا الهاشتاغ: البصرة مدينة منكوبة. في التغريدة الأولى مجتبى أو منقذ يكتب، منقذ يقول: على أساس مدن العراق مثل فيينا، عمي إحنا مدننا بين منكوبة ومنهوبة ومسلوبة، والجماعة لعبوا بينا طوبة، وما بقوا للعراق حرمة ولا حوبة. البصرة مدينة منكوبة. هذا الشاب سلط الضوء على واقع معاناة العراق والعراقيين، وكيف أن يد الحكومة لم تبني ولم تعمر، وإنما هدمت ودمرت الإنسان قبل البنيان. إلى التغريدة الثانية نذهب وإياكم، وكتب التغريدة الثانية عادل يقول: عادل ما يحدث الآن في البصرة هو إهمال متعمد من قبل الحكومة المركزية في بغداد، وتراكم الأزمات وترحيلها لن يؤدي إلا إلى زيادة النقمة الشعبية، البصرة تباد. عادل يرى أن هناك تعمد إهمال من الحكومة الحالية، ويرى أن ما يحدث في البصرة هو مشروع إبادة. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، و كتبها دكتور علي الجابري يقول: الجابري الكتلة الأكبر يجب أن يشكلها العراقيون المنتفضون في الشوارع ويقلبون عليها أسفلها على رعاع المنطقة الخضراء، وغير ذلك مجرد أضغاث أحلام. علي يرى أنه لا مجال إلى التغيير إلا بالنزول إلى الميادين وفعل ما ينبغي أن يفعل. إلى التغريدة الأخيرة
في التغريدة الأخيرة عدنان علوان يكتب: الحكومة العراقية وعلى مدار 15 سنة استطاعت أن تهين وتذل الشعب العراقي لتجعل من أمانه وأحلامه أن يتبلط شارع أو تتوفر الكهرباء، وهذه ليس بأحلام أو أماني، إنما هذه وظيفة الدولة. أحلام الشعب هي أن يرتقي التعليم، أن يتحرر الإعلام، وتكون هناك سيادة للشعب على الحكومة. البصرة مدينة منكوبة. بعد الفاصل نذهب إياكم إلى المقاطع المصورة. حفر الآبار في البصرة حل جزئي يلجأ إليه المواطنون والحكومة غائبة أو غير مهتمة كما يصفها نشطاء تداول المقطع الآتي. ماي خايس، عيوننا راحت، عيوننا راحت، العالم اتدمرت. البصرة التي تمر من خاصرتها المياه العذبة تعطش، وهي بحاجة إلى جميع العراقيين. حفظ الله البصرة وكل محافظات العراق. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما لدينا في عدد تواصل دوت كوم لهذا اليوم. إلى اللقاء.